والله اتفاجئت مفاجأة من أهل مكة في جيبك. بصوا على الفطار، حليب وتمر. الناس كلها بتروح الحرم لأجل العبادة وأداء الفريضة إلا الست المصرية اللي نزلت فيديو بتشتكي من قلة الأكل على الفطار في الحرم اللي أكتر مكان بيكون فيه فطار. مين الست دي وعملت إيه في الحرم خلى كل السعوديين يتفرجوا علينا؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت ظهر فيديو على السوشيال ميديا لسيدة مصرية ضحكت كل الخلايجة علينا، كانت في الحرم المكي لأجل أداء عمرة رمضان، للأسف قلبت العمرة كلها لفقرة مطبخ. زي ما انتم شايفين كده الست في الحرم المكي أطهر مكان على الأرض، المسلمين كلهم نفسهم يكونوا مكانها يعملوا عمرة رمضان ويصلوا هناك، وهي ما فيش في بالها غير الأكل والشرب، رايحة الحرم مخصوص علشان تفطر فطارهم ساعة المغربية. ويا عيني عليها انصدمت، كانت عايزة محشي وكبسة وهم ادوها تمر كوباية لبن وقطعة باتيه، وطبعا ده ما عجبهاش خالص، كانت عاوزة أو مفكرة أنها تاكل كبسة واللازم منه، فاكرة نفسها رايحة رحلة مش رايحة تعمل عمرة. ده كمان في الفيديو قعدت تعاير السعوديين وتقول لهم إن في مصر ساعة الفطار أقل فطار عندنا بيكون محشي وبط وملوخية وأكل آخر حلاوة، وبعدها صينية كنافة وجلاش. تفتكروا إحنا كده فعلا دلوقتي ولا هي بتأفور؟ ردوا عليها في التعليقات. المهم الفيديو بتاعها ما كدبش خبر، والسعوديين كلهم أو أغلبهم على الأقل شافوه عمالين يضحكوا عليها دلوقتي وعلى كل الكلام اللي قالته، منهم كمان اللي قال لها إيه أنت جاية تاكلي هنا؟ لو جاية للأكل بس فروحي أحسن لك، ده شهر صوم وعبادة فقط وكلنا بنصوم وبنحمد ربنا على اللقمة اللي بناكلها. ومنهم اللي أخذ موضوعها جد شوية ووضح لها أن ده فطار الحرم المكي في رمضان، بيبقى حاجة خفيفة شوية على الفطار، يدوب بل الريق علشان الناس تقدر تصلي المغرب، واللي عاوز ياكل بعدها يطلع ياكل في مكان براحته، إنما في الحرم ده الفطار بس ومن زمان على كده. الحقيقة إن ده فطار الحرم فعلا، يدوب بيبقى إزازة مية صغيرة وبكوبتي وكام تمراية، ما هو الناس اللي موجودة في الحرم وقت المغرب مش رايحين للفطار يعني، دول رايحين للعبادة وأداء الفريضة. لو هي عاوزة تاكل كبسة وتزود في الأكل، في هناك أماكن كتير برضو بتوفر الأكل ده وكمان مجانا في رمضان، خيام إفطار صائم يعني. والناس على السوشيال ميديا بيقولوا كانت راحت أي مكان من دول ولا إنها تعمل الفيديو لضحك علينا كل الخلايجة. نيجي بقى على ردود المصريين عليها، حرفيا زبطوها ودوروا وراها وعرفوا أصلها وفصلها إيه. اتضحوا على حسب المتداول على السوشيال ميديا إنها عملت الفيديو ده بغرض الشهرة فقط، عايزة تبقى ترند يعني، لأن من فترة برضو عملت فيديو مشابه لي وهي في الطيارة رايحة السعودية، لما قعدت تقول فين الأكل اللي في الطيارة وفين المكان اللي جنب الشباك، كانت فاكرة أنها راكبة تاكسي وقتها. المهم أن احنا كده خلصنا من قصة الست دي والفيديو اللي نزلته في الحرم وفرج علينا كل الخلايجة. انتم بقى رأيكم ايه؟ هي بتعمل كده ليه؟ هل فعلا بغرض الشهرة ولا في حاجة تانية هي تقصدها؟